السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أكلمكم على حاجة يعني كتير جدا بتسألوها، هي حاجة مهمة قوي في جلسة البروتين. لما حد بيسألني هل مكوتي تنفع لجلسة البروتين ولا لأ، أو لو حد هيعمل مثلا نفسه في البيت أو حاجة، برضه دي حاجة مهمة قوي إن هو يعرف مكوته مناسبة لجلسة البروتين ولا لأ. هو في اختبار احنا بنقول ده اختبار المكوى، انتي بتشغلي مكوتك وتجيبي اي ورقة بيضة زي كده او ورقة نتيجة، تقفلي المكوة عليها وتعدي لغاية 20. بصوا، معنى ان الورقة تصفر كده معنى كده ان المكوة دي مناسبة لجلسة البروتين. اختبار سهل قوي ويوفر عليك كتير قوي ان انت تستخدمي مادة وبعد كده انت مش عارفة مكوتك دي هتنفع فعلا لكبس البروتين ولا لا.